هل من سائل يقول هل من الحكمة في الدعوة إلى التوحيد التكلم مع الناس فيما جرى من خلاف بين أهل السنة والجماعة والطوائف الضالة وذكر معتقداتهم والتعمق في تفريعات العقيدة؟ لابد أنه يبين للناس التوحيد، ما هو التوحيد، ويبين للناس ما هو الشرك علشان يتجنبون الشرك، لأنهم إذا لم يعرفوا الشرك وقعوا فيه. لابد يبين لهم التوحيد ما معناه، الشرك ما معناه، من أجل أن يكونوا على بصيرة. هذا هو الواجب، يبين لهم الشرك وأنواعه وأسبابه، يبين لهم التوحيد وأنواع التوحيد، يشرح لهم هذا فيكونوا على بصيرة، على معرفة من أمور دينهم، وهذا من أهم المهمات وأوجب الواجبات، بيان التوحيد وبيان الشرك للناس من أجل أن يتجنبوا هذه. وكذلك من الواجب ذكر الطوائف المنحرفة من الجهمية والمعتزلة والقدرية والطوائف الضالة، من أجل أن يتجنب طريقتها ويحذرها، لأنه إذا لم يعرفها وهم يدعون الإسلام وأنهم مسلمون ولا يعرف هذه الطرق وهذه المذاهب، ربما ينخدع بهم ويظن أنهم على حق. نعم.